شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمعلومات التي أدليت بها، شكرا جزيلا. ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي والاقتصادي باباك أماميان، أهلا بك معنا سيد باباك. سيد باباك، إذا ما تحدثنا عما يحدث الآن في العراق من تعالي الأصوات المنددة بالفساد الذي تقوده إيران على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي في العراق، كيف يمكن لحكومة السيد الكاظمي أن تعالج هذا الفساد دون أن يكون هناك إخلال بالتوازن الاقتصادي نوعا ما الذي قد يزيد من تأثيراته على الشعب العراقي؟ Thank you. First, we have to شكرا. لابد لنا أن ننظر إلى ما يظهر عليه طبيعة الاقتصاد الإيراني في الفترة الحالية. فإيران تعتمد على وكلاء للحرب بأكبر عدد ممكن في المنطقة، لأن عمل الحرس الثوري يكمن في إقامة حروب بالوكالة ليس فقط في العراق بل في بقية المنطقة، والآن تعمل على توسيع أعمالها حتى في آسيا الوسطى. وبالنسبة للزعماء العراقيين ولمواجهة هذا النوع من الأنشطة أو السماح لدول أخرى مثل إيران أن يكون لها وكلاء وأن تقيم حروبا بالوكالة داخل بلادها، فهذا أمر غير مقبول، لأنه عندما تكون هناك حرب بالوكالة فالاقتصاد لن يكون طبيعيا ولن يكون يتسم بأي شفافية، وقد يكون مكانا وتربة خصبة للأنشطة الإجرامية. ولهذا السبب فإن إيران تفضل حروب الوكالة في المنطقة. نعم. طيب، ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش من واشنطن ديفيد بولوك، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أهلا بك معنا سيد ديفيد. سيد ديفيد، الآن دائما ما يتردد الحديث عند أي تصعيد في العراق بأن هناك فريق طائفي لديه يمتلك السلاح، يمتلك النفوذ، وهو ما يمثل الدولة العميقة في العراق، وهو غالبا أو بمجمل تواجده الآن في السلطة العراقية هو يتبع لإيران، وبالتالي يسيطر على القرار السياسي وعلى القرار الأمني أيضا. السؤال هنا، لماذا واشنطن لم تدعم مع الدول العربية والدول الإقليمية أن يكون هناك عدد من المرجعية السياسية، نشطاء يمثلون تيار متوازن في الداخل العراقي يقابل هذا التيار، حتى لا تكون عملية الانتخابات عملية عشوائية، المشهد نفسه المشهد يكرر نفسه في كل 4 سنوات أو 5 سنوات، نفس الطبقة السياسية تعود ولكن بوجوه ومسميات مختلفة؟ طيب، السؤال معقد والطويل، والحقيقة أنا أبسط لك، هو طويل، أبسط لك السؤال، إذا هو معقد في معلوماته، لماذا أمريكا لم تدعم بأن يكون هناك تيار مواجه للتيار الشيعي الآن في العراق؟ مفهوم، بس الحقيقة أنه أنا أخالف مع هذا التقييم. أنا أعتقد أنه بصراحة كاملة أمريكا نعم تدعم التيار المعتدل عند العراقيين، سواء كانوا من أهل السنة أو من الشيعة أو من الأكراد، هذا معروف. والحقيقة أنه الآن نحن في فترة أنا أعتقد مختلفة عن الماضي، بمعنى أنه رئيس وزراء الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي يريد التوازن بين التأثير الإيراني في بلاده من ناحية والتأثير العربي والأمريكي والغربي من ناحية أخرى، ويريد مواجهة الميليشيات الطائفية في العراق، ويريد الاستقرار والأمن في البلد والسيادة العراقية وليست الولاية الفقيه أو ولايات الفقيه في العراق كما يريدون بعض الميليشيات الطائفية هناك. ولذلك الأمريكا، والدليل على كل ذلك الدعم الأمريكي لهذه الحكومة ولقوات الأمن العراقية التي تواجه الميليشيات وتواجه بقايا داعش في العراق. وفي الفترة أو في اليوم الأخير نحن كنا نرى السفارة الأمريكية في بغداد تنكر الاغتيال المحتجين العراقيين وبشكل خاص الشهيد إيهاب العزني، و
في نفس الوقت تدعم المتظاهرين في العراق، التظاهرات السلمية في العراق، وتنكر عمليات العنف من قبل الميليشيات الطائفية في العراق. هذا أنا أعتقد واضح. طيب، هذه بما أنه حضرتك ليس مع وجهة النظر الذي طرحتها، وهي وجهة نظر طرحها عديد يعني من الكتاب والمثقفين، سأنقلها إلى الدكتور سربست. دكتور سربست، هل تتوقع بأنه هذا وارد ويحتاج فعلا إلى دعم دولي وإقليمي، بأن يكون هناك حزب سياسي، مكون سياسي مواجه للمكون الشيعي؟ باللي نقول، العراق يحتاج إلى مشروع سياسي أكثر من القول إلى تنظيم. التنظيم أو الحراك هو حامل للمشروع، لكن الحامل الاجتماعي حتى الآن غائب. الحامل الاجتماعي والسياسي للمشروع الوطني العراقي حتى هذه اللحظة غائب. لهذا السبب العراقيون منقسمون على أنفسهم، ويغيب عن فضاء العراق الخطاب الوطني المشترك، خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين. وهدف إيران من وراء هذه الاغتيالات هو الحلول دون التشكل مثل هذه النخبة الوطنية، ودون تشكل خطاب وطني جامع للعراقيين، خطاب يتعالى على التناقضات البينية، التناقضات الطائفية والقومية. هناك أيضا المسألة ليست فقط طائفية، وأن تخبو وأن يعني الآن خبت قليلا، هناك نزاع قومي أيضا عربي كردي أو المناطق المستقطعة إلى آخره. نعم. فهذه كلها مسائل عالقة وقابلة للانفجار. العراق يحتاج فعلا إلى مشروع ينبع من داخل المجتمع العراقي، يحمله العراقيون ذو أفق ديمقراطي علماني ليبرالي يحتاج جامع. دعم يعني، لكن هذا المشروع يا دكتور. نعم، لكن 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 يحتاج إلى دعم. أي صوت مستنير في العراق، في أي مكان في العراق، نعم، أي صوت ديمقراطي في العراق مهدد بالقتل. الرصاصات تلاحق كل المثقفين وفي كل مكان. نحن حتى في كردستان مهددون من الأتراك ومن الإيرانيين المثقفين. يعني بمعنى آخر، كل مثقف عراقي، كل مستنير عراقي مهدد بطلقة مسدس غادرة تأتيه من مأجور لأحد هذه الدول في أي لحظة من لحظات حياته. لهذا السبب العراق، العراقيون، المجتمع، النخب العراقية بحاجة إلى حماية دولية. الولايات المتحدة أحدثت لنفسها إرباكا بسبب التعارض في القرارات في العراق وفي الأفق، حتى في سوريا وفي أفغانستان. الولايات المتحدة حين أقدمت على إسقاط نظام صدام حسين، كان أساسا الأمريكيون يعتقدون أن العراق من تلقاء نفسه، نعم، مثل كائنات وحيدة الخلية الباراميسيوم، من تلقاء نفسه سيصنع ديمقراطية وحداثة. لكن وجدنا أن العراق أوغل في الصراع والاحتراب الداخلي بسبب التدخل الإقليمي. من سمح لتركيا ولإيران هذا التدخل في العراق هو تهاون الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب، سأنتقل إلى السيد باباك أماميان من لندن. سيد باباك، يعني هناك بين حين وآخر كما نشاهد الآن، فقط أشير إلى وسائل الإعلام في العراق تقول إحالة مدير استخبارات كربلاء إلى التحقيق. إذن إحالة مدير استخبارات كربلاء إلى التحقيق، وذلك حسب وسائل إعلام عراقية. سنحاول أن نتعرف على العديد والمزيد من هذه المعلومات ربما إذا توفرت لدى أحد مراسلينا. سيد باباك، إذا ما تحدثنا عن التصعيد الإيراني بين حين وآخر ضد مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الآن نحن نشاهد احتجاجات وهتافات كما يحدث الآن في كربلاء، حرق لمحيط السفارة أو القنصلية الإيرانية هناك. نريد أن نعرف هذا، كيف هذه التحركات والاحتجاجات كيف تؤثر على العمق الاقتصادي الإيراني في جنوب العراق؟ في الفترة الحالية النظام الإيراني ولا سيما الحرس الثوري الإيراني سوف ينتهز مسألة الانسحاب الأمريكي من المنطقة، ويعتبره بمثابة فرصة ثمينة، فرصة لتوسيع أنشطته وكفرصة لزيادة حرب الوكالة.
وبالنسبة لهم هذا الانسحاب يشكل أمرا جيدا. أما بالنسبة لما يحدث في العراق والتظاهرات فهم يدركون أن أثر الحرس الثوري سوف يكون أكثر تعاظما بمجرد الانسحاب الأمريكي. وهذا يدفعني لما قاله السيد بولوك كزميل لي ويمثل وجهة النظر الأمريكية. فالسؤال المطروح هو ما الذي ترمي إليه محادثات فيينا؟ محادثات فيينا بين الولايات المتحدة وإيران لا تجدي نفعا. هل يقولون أن إيران لا تشكل تهديدا للمنطقة؟ هل يقولون أن إيران سوف تغير سياستها الخارجية؟ نعلم أن هذا ليس واقع الأمر. إن وجود النظام الإيراني برمته يرمي لخلق الفوضى في المنطقة والدمار وأن يعيث فسادا بها. ولا أفهم منذ إقامة هذه المناقشات مع إيران في فيينا فإننا لم نجد أي نتائج حتى اللحظة. نعم، سأنتقل إلى سيد ديفيد بولوك. سيد ديفيد، هل السيد الكاظمي يحتاج إلى دعم دولي حتى يشير بالبنان من هم قتلة الناشطين؟ أولا أنا أريد لو سمحتي أن أرد على سؤال الزميل المحترم من لندن بالنسبة للاتفاق النووي وفيينا. نعم، بالنسبة للمفاوضات في فيينا والتي تتعلق بالاتفاق النووي، صحيح إنه الإدارة الأمريكية الآن ما يخالف إدارة دونالد ترامب طبعا تريد المفاوضات مع إيران بالنسبة للملف النووي، ولكن الهدف هو تأجيل على الأقل تأجيل الخطورة النووية الإيرانية التي ربما سوف تهدد المنطقة بشاملها، وفي نفس الوقت مواجهة التهديدات والتحديات والتدخلات الإيرانية غير النووية في المنطقة نفس الوقت. وليس هناك أي تناقض بين المفاوضات في فيينا من ناحية والموقف الأمريكي الذي يعارض الانتشار والهيمنة الإيرانية في المنطقة بأساليب الميليشيات والصواريخ والتخريب والإرهاب. هذه النقطة أنا أعتقد الأولى. وبالنسبة لسؤالك أنت، أنا أتفق هناك احتياج لدعم من الخارج للتيار المعتدل في العراق، التيار الوطني، التيار المعارض لهيمنة أو سيطرة إيران على هذا البلد العربي، هذا واضح ومفهوم. ولكن المسؤولية في المكان الأول لدى الشعب العراقي نفسه، وهذا طبيعي في كل الأحيان وفي كل الأماكن في العالم. والحقيقة كما قال الزميل المحترم، أمريكا أنا أعتقد لن تنسحب من المنطقة، ولكن التدخلات الأمريكية بقوة عظمى بمئة ألاف من الجنود كما نحن كنا نرى في الماضي، أنا أعتقد هذا بالتأكيد في الماضي، ولذلك الدعم لا لازم يكون من أمريكا إلى حد ما، ولكن من الإقليم أنا أعتقد في المكان الثاني، وعند الشعب العراقي في المكان الأول. نعم، أشير أيضا إلى هذه الصور مشاهدينا. هذه المتظاهرون يقطعون الطرق في كربلاء بالإطارات المشتعلة. إذن